السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق شوطنا الأول وهو الشوط الأول للإنتاج الحيل، والمسافة هي 8 كيلومترات. نتابع وإياكم هذا الشوط وما يحمل من مفاجآت صباحية هنا مع يوم وسن الإنتاج. انقضن 4 أشواط الثنايا الإنتاج، وهنا الـ4 الأشواط للحيل والزمول هنا في هذه اللحظات، وبعدها أشواط السودانيات. نتابع هنا الشوط الرئيسي وانطلاقة شوطنا هنا مع المركز الأول والمقدمة الحذرة ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري على المركز الأول على المقدمة على الصدارة. نتابع الحذرة على المركز الأول في هذه اللحظات، بينما النقل على المركز الثاني، ومن تصنع على المركز الثاني في هذه اللحظات هناك اللي بالمركز الثاني. هنا في هذه اللحظات من تصنع على المركز الثاني ومنطلقه ومندفعه في هذه اللحظات مع المركز مع المركز الثاني اللي هي الجذابه على المركز الثاني في هذه اللحظات. نتابع هذا الانطلاق والاندفاع مع المركز الثاني اللي هي الشاهينيه لمحمد بن حمد بن جر الله بن جهويل المري في هذه اللحظات مع المركز الثاني منطلقه ومندفعه على المركز الثاني بشعار بن جهويل، بينما المركز الثالث ومن تصنع على المركز الثالث اللي هي الجذابه لناصر بن عبد الله بن عيسى ال سند المسيفري على المركز الثالث في هذه اللحظات منطلقه ومندفعه مع المركز الثالث. المركز الرابع دوما لناصر بن مسلم بن سالم النابت المري على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس هنا الوصول من المركز الخامس الشاهينيه لسالم بن محمد بن فهد بن دخيل الله اللي على المركز الخامس، وهنا اسم اخر مع الشرود لناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي. هذه النتيجه هنا في هذه اللحظات مع الخمس المراكز هنا في هذا الانطلاق والاندفاع. هناك اسماء منطلقه ومندفعه هنا في هذه اللحظات. نتابع اسماء ايضا منطلقه، هناك ايضا وصول من اللي قادمه اللي السبعه، ومرحبا بالسبعه لناصر بن محمد بن ناصر اللخن، ها هي ايضا صاحبه الانجازات السبعه ايضا لبلخن على المركز الخامس. هنا نتابع هذه الخمس المراكز الاولى ونعود الى بنت رحيب، الى بنت رحيب اللي على المركز الاول وعلى المقدمه مع الحذر 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 على المركز الاول لترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفه الهاجري على المركز الاول وعلى مقدمه هذا الشوط بهذا الاداء المميز مع الحذره اللي على المركز الاول وعلى المقدمه ومسيطره على المركز الاول منذ الانطلاقه، وهي تقود المسار قياده حكيمه بهذا الانطلاق والاندفاع الشيق مع المقدمه والصداره. المركز الثاني نتابع شعار بن جهويل مع الشاهينيه لمحمد بن حمد بن جر الله بن جهويل هنا مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث والقدوم من الجذابه ناصر بن عبد الله بن عيسى ال سند المسيفري على المركز الرابع المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز ايضا الوصول والتغيير في هذه اللحظات على المركز الثالث من اللي قادم الشاهينيه لسالم بن محمد بن فهد بن دخيل الله، بينما ارى السبعه الانجازات مع الجانب الايمن تمر مرور الكرام مباشره الى المركز الثاني في هذه اللحظات منطلقه ومندفعه لمالكها ناصر بن محمد بن ناصر اللخن المري، ايضا من تغير في هذه اللحظات بدورها وبانطلاقتها وبسجلها الحافل والسيارات اللي في رصيد السبعه اللي على المركز الثاني تغير هنا في هذا الانطلاق والاندفاع وماضي شريف للسبعه هنا في هذا الشوط الشوط الاول الرئيسي للانتاج، بينما المركز الخامس نتابع هنا في هذه اللحظات من تاخرت قليلا اللي هي الجذابه لناصر بن عبد الله بن عيسى سند المسيفري. هذه النتيجه للخمس المراكز الاولى الخمس المراكز المنطلقه، ونعود الى الحذره سيدة الموقف مع المركز الأول ومع المقدمة في هذا الانطلاق والاندفاع لترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري على المركز الأول وعلى المقدمة. نتابعها هنا في المقدمة وفي الصدارة مندفعة ومنطلقة مع المركز الأول المركز الثاني من بدأت تنطلق وتندفع وتنطلق هنا في هذه اللحظات اللي هي السبعة يا سلام
يا سلام يا السبعة على المركز الثاني في هذا الأداء المتميز، ناصر بن محمد بن ناصر بن لخن المري مع المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية سالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع دوما ناصر بن مسلم بن سالم النابت المري مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات القدوم مع المركز الخامس، هناك الشاهينية لمحمد بن حمد بن جر الله بن جهويل المري مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وما خلف الخمس المراكز الأولى من أسماء قادمة، ولكن نعود دائما وأبدا إلى مقدمة الشوط وإلى الحذرة اللي مندفعة ومنطلقة مع المركز الأول هنا في هذه اللحظات وبرفقة السبعة. يا سلام الحذرة والسبعة في أيضا تنافس شيق على المقدمة، ولكن الحذرة يا سلام يا الحذرة الحذرة مع انتصاف المسافة، مع انتصاف المسافة الحذرة هنا لترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة على المركز الأول على المقدمة على الانطلاق على الاندفاع. ما شاء الله تبارك الله على هذا المستوى، مستوى الحذرة المنطلقة المندفعة في مقدمة الشوط. والشوط الأول الشوط الأول يا سلام شوط انتاج أيضا محافظ عليها من سن الفطام إلى الحقاق إلى أيضا إلى سن الحيل. هنا في هذه اللحظات نتابعها حيل وللإنتاج. يا سلام يا سلام يا هذه الفكرة الرائعة، شكرا للجنة المنظمة، شكرا للجنة المنظمة على الإتاحة لأيضا أشواط الإنتاج والمنتجين. الله يا سلام يا سلام يا هذا الأداء، أيضا أداء متميز أداء مميز أداء في المقدمة، شوط رئيسي شوط إنتاج ومنتجين. الله يا الحذرة مع قبلنا على بوابة الثلاثة كيلو المترات المتبقية هنا بقيادة الحذرة على المركز الأول، وأيضا لمالكها ترحيب بن حمد بنت رحيب بن نايفة الهاجري بينما المركز الثاني ومن تصن السبعة السبعة سبعة الإنجازات ما أيضا قادمة بشعار باللخن. يا سلام يا السبعة يا سلام يا السبعة يا ما شاء الله يا تبارك الله على هذا الأداء وأيضا هذا المرباع وهذا الأداء المتميز والشكل المتميز. يا سلام وسجلها أيضا وغنية عن التعريف. يا سلام يا السبعة على المركز الثاني في هذه اللحظات بدأت تتسلل شيئا فشيئا. يا سلام يا السبعة السبعة لمالكها ناصر بن محمد بن ناصر بالخن المري على المركز الثاني في هذه اللحظات منطلقة، بينما شوف اللي تراقب الموقف وتنطلق وتندفع الشاهينية سالم بن محمد بن فهد بن دخيل الله على المركز الثالث. المركز الرابع دوما ناصر بن مسلم بن سالم النابت المري مع المركز الرابع. المركز الخامس شوفوا اللي قادمة شوفوا اللي قادمة الجازي الجازي قادمة هنا في هذه اللحظات، ولكن وحيشة يا سلام يا بن سنيد يا بن سنيد حمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية قادمة شعار الدعية مع المركز الخامس مع وحيشة وحيشة على المركز الخامس منطلقة بشعار الدعية. يا سلام يا أبو سالم ركز يا أبو سالم منطلق مع وحيشة اللي على المركز الخامس، ولكن بن نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة والتنافس. شوف الثلاث في موقع واحد مندفعة ومنطلقة وبقيادة الحذرة، وتحذر يا راعي الحذرة تحذر يا راعي الحذرة هنا الأسماء المنطلقة والمشاركة في هذا الشوط والانطلاق. يا سلام يا سلام يا سلام يا الحذرة الحذرة لترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة على المركز الأول على المقدمة على الصدارة على الاندفاع الجميل مع المركز الأول، ولكن يرى السبعة بدأت السبعة في هذه اللحظات بالانطلاق والاندفاع هنا لمالك ناصر بن محمد بن ناصر بن لخن المري. يا سلام يا سلام، ولكن المركز الثالث المركز الثالث الشاهينية سالم بن محمد بن فهد بن دخيل الله على المركز الثالث هنا في هذه اللحظات. المركز الرابع دوما دوما لناصر بن مسلم بن سالم النابت المري مع المركز الرابع. المركز الخامس هنا نتابع في هذه اللحظات وحيشة لمحمد بن علي بن سالم الدعية قادم، وهناك أسماء منطلقة ومندفعة في هذه اللحظات، هناك شعار بن دلوان قادمة، ولكن نعود إلى الحذرة نعود إلى الحذرة. يا سلام يا الحذرة يا سلام يا الحذرة وانطلاقة الحذرة. يا سلام يا الحذرة الشوط الأول غير الشوط الأول غير
غير يا عرب غير، يا سلام يا سلام يا الانتاج يا ايضا هنا في هذه اللحظات شوط الانتاج والمنتجين والشوط الاول الرئيسي بانطلاقه قويه مندفعه الحذره الحذره وايضا يا سلام يا سلام شوفوا اللي قادمه، شوف الشاهينيه الشاهينيه لسالم بن محمد بن فهد بن دخيل الله على المركز الثاني بدا ينطلق بدا يندفع مع الشاهينيه الله ودوما دوما من الجانب الايمن دوما يا سلام ثلاث في موقع واحد ثلاث في موقع واحد هذه اللحظات منطلقين ومندفعين هنا دوما والشاهينيه والحذره يا سلام يا هذا الاداء يا سلام مع المقدمه والصداره نتابع التحدي دوما لمالك ناصر بن مسلم بن سالم النابت المري مع المركز الاول في هذه اللحظات ولكن الشاهينيه تغير على المركز الاول لسالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله المركز الثالث هنا نتابع الحذره لترحيب بن حمد بنت رحيب بن نايفه والسبعه قادمه على المركز الرابع في هذه اللحظات منطلقه لمالك ناصر بن محمد بن ناصر اللخن على المركز الرابع المركز الخامس نتابع هناك ايضا قدوم مشعار بن دلوان اللي واصل في هذه اللحظات نتابع هنا بهذا الانطلاق مع هذا الاداء المتميز اللي قادمة مع المركز الخامس ولكن هنا في هذه اللحظات اللي قادمة يا سلام يا الطيارة وبدأت تحلق الطيارة لجر الله بن حمد بن جر الله بن سالمين الله ولكن هنا قدوم آخر ولكن الأمتار المجنونة الشاهينية ودوما الشاهينية لبن دخيل الله ودوما لبن نابت ولكن الله يا الطيارة الله على هذا الأداء وهنا القدوم من الشاهينية لسالم بن علي بن تخيل المري ولكن طارت الطيارة مع أداها المتميز وسلام لجر الله بن حمد بن سالمين ولكن الله الشاهينية بن دلوان يا سلام الله يا الشاهينية سلام يا بن دلوان سلام على هذا الفوز سلام والتحية والاحترام والشوط الأول الانتاج الشوط الرئيسي تهانينا لمالك الشاهينية سالم بن علي بن تخيل المري تهانينا لبن دلوان على هذا الفوز وساعة الوصول أمام خط نهاية المركز الثاني الطيارة لجر الله بن حمد بن جر الله بن سالمين المركز الثالث الشاهينية لسالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله المركز الرابع اللي هو حيشة لي حمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية المركز الخامس المركز الخامس شاهدت معنا هذا الأداء والتميز وأداء الشاهينية اللي انتزعت الناموس وانتزعت الفوز في هذا الأداء المميز شاهدنا الشاهينية وهي تنتزع هذا الشوط وتوقيتها الزمني ساعة الوصول 13 دقيقة 3 ثواني 28 جزء من الثانية تهانينا لسالم بن علي بن تخيل أيضا والتهنية موصولة أيضا لبن دلوان على هذا الفوز المستحق على هذا الناموس والشوط الرئيسي للإنتاج المركز الثاني طيارة 13 دقيقة 6 ثواني 58 جزء من الثانية تهانينا لجر الله بن حمد بن جر الله بن سالمين المري بينما وصلت على المركز الثالث الشاهينية لسالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله المري توقيتها 13 دقيقة 7 ثواني و74 جزء من الثانية تهانينا وناموس لجميع البائزين